بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سلطانه عن هذه البرهان المقصود في وجود قومه واحسانه فعلى نسله وعظم شانه خلق الخلق فالدوله وعلينا علما وبسط يوم الفائد المنه ما جرتي باقداره القسمه فارسل اليهم اشرف خلقي وعجل عبيده رحمه تعلق اراده عزليه بخلق هذا العبد المعبود فانتشر اثر صرفي بعوالم الشهاده والغيوب فما عزمنا هذه التي فقرناها بالمكتب وما اعجب هذا المد الذي مرج بحضره الانسان سورة كاملة ظهرت فيها الكريم المحمود وتعدد في بنيانها بالوجود وترج كرد العوالم بكرامة تكريم اللهم صل وسلم عشر صلاة وسلام على سيدنا Thank you.
يا ربي أرشاد ومرضي لوحدي لقد جاءكم رسول
Thank you.
إله إلا الله وحده لا شريك له سعادة يغلب بالإنسان أما تدبر وذهب من التصديق بها والإجمال فاسلكوا بها في سبل من الإيمان فوائده ودلوا على أهل اليقين مثل ذلك الإذعان والتصديق سوائده وأشهد أن لا سيدنا محمد الحق الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله نعمه بتبليغ الخلق من فرضه ونفله عبد أرسله الله للنبي بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وحق الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان بجنة الجميل المبتسم شهدا وكمرا منيرا فما عجبها من منة تقرمت من بها أدى البشر وما أوسى من نعمة اتصل سرها بالبر والبر اللهم صل وسلم على الشهوات وأجمعها وأزكى الثانية وأوسعها أدى هذا العبد الذي وفى بالربوبية ومرد به بخلعة الكمال وكما بك الربوبية بموات الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يا نزل بها روح المصلي عليهم صلاة يا نزل بها روح المصلي عليهم صلاة يا نزل بها روح المصلي عليهم يبسط بقلبه ويزل تعلقه وحبه ويقطع بها بعناية الله في حجبه وعلى آله وصحبه الذين تقوا صحوة المسلمين بكره وتبيعوا بلاد سابع عصره بوجوده وحبه ما أنكر أقوال بنسر إكرار الناس اللهم زهد وزهد صعب الصلاة والتسليم على سيدنا والنبي Thank you.
وبين أرواح إلهك الحبيب علمت السماوات والأرض علمت السماوات والأرض إلى مدين بالغيب وأبدر الجود إليه على عدم الجود تزد وأزمة الملائكة بتوحيد للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة خشفت نعمها بل مسرور يبرز نورك من في عالم الزهور نورا تكاد كل نور وانت بالحقوق على من عتب الله عليه النعم من خواص الامه ايها الرعد ولي امه قديسا لجناب المسرور ومزرعتنا فيها جسمها في المحمود فأنا ربي توفيق ليس للعمر بأن أصيل آسيا ومع من أمر معين من قسم المولى مصر بالقسمة الوافية أدى وقت التي أدى الموضوع على أمر جهاد الأمور فأنا بلغ سبل الكمال من النور محمود وبرد الحاج المحمود وزينت بالله بالتمريم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Thank you.
وذكرت توبتا تائبا وسلم عليك بالمؤمنين اجمعين رب سلام الله والظليم والدنيا والدنيا في الاخرى وايدك الناجين يا معن والنصار واجعلنا يا رب سياسي من جميع البلايا واجعلنا يا رب سياسي من جميع البلايا واجعلنا يا رب سياسي من جميع البلايا وفقنا بين الدنيا والخطايا واعجبنا في عمل بدر الغاضبين واجعلنا فانا مسلم ومؤمنين واتم لنا بدر بحينا اجمعين وصلي وسلم على هذا النبي المعقول رضي الله عنه وعلى اله وصحبه المعقول ارجو الحمد لله رب العالمين سبحان ربي سبحان المسلمون اسلم سليم الحمد لله رب العالمين بقبول بسين سوره الفاتحه.